ادخل. سمو الأمير، أنجيلا؟ ملك سيما يا سمو الأمير. وقفي، أنا ما بقدر وصعب كتير. مالك ملاقيني حلوة؟ المسألة مو هيك، أنتي جميلة وما فيك أي شي ناقص. لكن شو القصة؟ لا تسأليني وما بدي اياكي تزعلي. القصة ما لها علاقة فيكي، فهمتي؟ صار فيكي تروحي. ادخل. عائشة، أهلا وسهلا. شبكي أختي؟ كأنك متضايقة. بخصوص هديك الجارية اللي شفتها بالحرم لك وعجبتك، شو كان اسمها؟ ملك سيما. شو مشكلتها؟ من شوي شفتها وهي طالعة من غرفة عثمان، كانت عنده، قضت الليلة عنده. يعني البنت صارت من جواري، ومستحيل إنه تصير إلك. هذا لوين بده يروح؟ يا ربي دخيلك تستر. تفضل. سلطانة الحقيني، عثمان ومحمد علقت بينهم المشكلة. ليش؟ شو في؟ بخصوص الجارية ملك سيما يا سلطانة. شوفي محمد، مين كان عندك بالغرفة قبل شوي عثمان؟ أقول لك أنا بحذر. ملك سيما. القصة مو مثل ما أنا مفكر. بستاهل تسوي فيني هيك، بستاهل لأني أمنت لك، بس يا عيب الشوم عليك. أمي بعتتها لهون،
وأنا والله ما عندي علم. وقت شفتها بعدتها على غرفتها وما صار أي شيء بيني وبينها. لا تكذب علي، بس لأنه أنا شفتها بالأول وحبيتها صار بدك إياها، ما هيك؟ هي الأخوة بنظرك؟ من وقت كنا صغار وأنت بتحط عينك على كل شيء إلي. أول شيء أخذت مني أمي، وهلأ ملك سيما أنت عم تنتقم مني بس لأنك من أم تاني، ما هيك؟ انتبه على كلامك محمد. شو عم كذب؟ واجه الحقيقة يا أخي، أنت لأنك من أم تاني عم تعوض النقص اللي جواتك. أنت مانك أخونا، فهم؟ سكوت. أمي بتشفع عليك. عثمان لا تبعد هيك، اتركوا بعض. شو عم تعملوا؟ بعد عنه مش شو عم تتخانقوا؟ سالي ابنك الغالي يا سلطانة، هو اللي ضربني بالأول. أهاني يا سلطانة وقال لي كلام ما بينحكى. اسكتوا انتوا الاثنين. أنا اللي بعتت ملك سيما على الخلوة. محمد أنت لهلأ ما صار وقتك، عثمان ما دخله. أصلاً إمتى كان إله ذنب؟ محمد وقف. عثمان اللي عملته مو معقول، كيف بتضرب أخوك هيك؟ هو اللي تهجم علي بالأول يا سلطانة. إذا بيتكرر هالشي ما رح اسكت أبداً. عم تسمعني؟ ما بصير ترفع إيدك عليه. محمد شو يلي عم تعمله؟ شو صاير معك؟ وليش لحتى تزعلي علي؟ أصلاً أنا ما إلي قيمة عندك بنوب، وخصوصاً قدام عثمان. ومين قال لك إنه مالك قيمة عندي؟ أنتوا كلكم بنفس الغلاوة، أنا بحبكم كلكم. أنتِ ما بتحبيني أمي، اعترفي. أنتِ مو شايفة إلا عثمان وبتحبيه أكثر من الكل. برأيك هو أفضل منا كلنا، هو أشطر واحد بدروسه وأقوى واحد بالمبارزة وبيسمع كلامك دائما، حتى إنه هو بيحبك أكثر مني، ما هيك؟ مثل كأنه أنا اللي من أم تانية مو هو. محمد مين قال لك انه انا ما بحبك؟ انت فرحتي الاولى بهالدنيا، ليش انا مين الي غيرك يا عمري؟ انت حسستني بالامومه حتى حياتي صار لها طعم، مفهوم يا عمري؟